الله معكم قناة ديريس إنصاف. اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد اللي هو بسطلة بريستيج بحشوة رائعة واقتصادية في نفس الوقت. غادي نوريكم مكونات وطريقة التحضير. عندي هنا ورقة البسطيلة اللي قطعت على هذا الشكل، هذا طولي بحال هذا الشكل. عندي صدر الدجاج اللي شحرته مع الملحة وشوية البزار وشوية الزعتر اللي قطعته قطع صغيرة على هذا الشكل. عندي بصلة واحدة كبيرة واحدة صغيرة أو لجوج متوسطين اللي بغيتو، اللي قطعتها هي على شكل طولي وشحرتها مع شوية ديال البزار وشوية ديال القريفة. عندي 4 ديال الفرماجات، لأي فرماج كتفضلو. عندي فرماج أحمر، شوية ديال الزعتر، بياض بيضة. هاد بياض بيضة هذا غادي نضيفو هنايا فوق الورقة البسطيلة اللي قطعتها بحال هكا، ومن بعد غادي نضيف الخليط كامل، هاد المكونات كاملة هادي باش غادي نوجد البسطيلات. ما خلط الفرماج مثلث مع صدر الدجاج، ضفت عليهم بصلة وغادي نضيف عليهم فرماج أحمر، ومن بعد شوية ديال الزعتر، وغادي نستمر في التخليط في التحريك ديالهم حتى يندمجوا لي مع بعضهم. خلطت المكونات، جبت هذا المول ديال لي كاب كيك، درت فيه هاد الكويرطات، ودابا غادي نوريكم الطريقة. غادي نوضع ورقة البسطيلة، حمرتهم كاملين مع النصف ديال الورقة البسطيلة. غادي نجيب الحشوة، غادي نضيفها هنايا، بحال هاد الشكل، وغادي نستمر بهاد الطريقة حتى غادي نكملهم كاملين. الحشوة غادي نجيب عاوتاني ورقة البسطيلة، غنديرها الفوق بحال هذا الشكل، هذا نثبتوها، وغادي نستمر بهذه الطريقة هذه حتى نكملها كاملة. من بعد ندخلوها الفرن على درجة الحرارة 150 حتى نحسوا بالورقة طابت، ونخرجوهم. هنا عندي بطاطا اللي سلقتها ومعكتها مع فرماج، وزدت عليها فرماج احمر وشويه ديال المعدنوس مقطع، شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار والملحه، وشويه ديال المرتاديلا حكيتو معاها. توا غنديرو بحال النعناع قنينطات، وهذا دقيق الماء. دابا غادي نستمر فيهم كاملين حتى نسالي. في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلة اللي حضرت معكم مملحة، هذا ديال البطاطا اللي وريتكم في الاخير، هذا اللي شاركت معكم حتى هما. كنتمنى ينالوا اعجابكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.